الكافر لا يخاطب بشيء إلا بالشهادتين، يعني لا نخاطب بالختان مثلا. المرأة مثلا لا نخاطبها بالحجاب، أول ما نخاطبها بالإسلام. إذا أسلم شرح الله سبحانه وتعالى صدره للختان وشرح الله صدرها للحجاب. رجل نصراني جاء إلى عالم من العلماء وقال هذا النصراني للعالم، قال إني أحب الإسلام لكن هو يحب الخمر، هذا الذي يمنع من الدخول في الإسلام. نعم، قال له العالم أسلم وإن شئت شربت الخمر، فأسلم. قال له أنت الآن مسلم، إذا شربت الخمر السلطان يجلدك، ولو رجعت عن الدين السلطان يقتلك. إذا لا تنفر من الدين، أي إنسان يريد الإسلام لا تخاطب إلا بالتوحيد، هذا اللي مطلوب منه أول شيء، لا تخاطب لا بالصلاة ولا بالحجاب ولا بالختان ولا بغيره.